إلى صالة سيتي كلاب في ملعب السلام عشان نتعرف من زميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي آخر الأخبار والأجواء وكمان لقاءات مهمة جدا مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن يحيى يوسف. تفضل يا محمد. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك. من جديد برحب بيكم بضيوف الكرام في الاستوديو وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. الف مبروك لفوز النادي الاهلي النهارده. يمكن مباراه صعبه، لكن المدير الفني للفريق كابتن يحيى يوسف اللي معانا حالا دلوقتي على الهواء. يمكن كابتن يحيى مباراه صعبه، راحت وجت كذا مره، مراحل كتير قوي في المباراه، لكن كنت قادر على التعامل معاها خاصه في بدايه الشوط الثاني. اول حاجه برحب بقائد الاهلي وكابتن هيثم وكابتن محمد عبد الله، ما اعرفش مين الثلاثه اللي معاهم. سعيد معانا النهارده في الاستوديو مع كابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبد الله. صلاح وكابتن محمد عبد الله طبعا نحييهم. طبعا اول حاجه بقول الحمد لله على المكسب. كان ماتش صعب طبعا، فرقه سبورتنج فرقه محترمه مصنفه اصلا، وكان ماتش بالنسبه لنا ده يعتبر النهائي برده، ان هو الخسران فينا يعني. هو لو هو خسر دلوقتي بعد عن الاول والثاني، هو كده خلاص هو بيلعب على الثالث مثلا ولا حاجه، لو كسب بكره ما اعرفش. طبعا الماتش كان صعب جدا، والبنات كانوا متنشنين او عدم تركيز شويه، هو ده اللي خلى الماتش كده. احنا وصلنا لفرق 2 كذا مره، بس عدم تركيز طبعا، ان احنا كنا خاسرين الشوط الاولاني فرق 2، اللي احنا نرجع والحمد لله دي حاجه كويسه. بس هو الدنيا كانت مش مظبوطه شويه. اتمنى ان شاء الله بكره، ده النهائي بكره، ده الاهم بالنسبه لنا ان احنا نركز فيه ونركز ماتش بكره. 60 دقيقه هي البطوله، تعب السنه كله في 60 دقيقه بكره ان شاء الله. اتمنى الله ان بكره ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق الهدف بتاعنا للبطوله. يعني زي ما قلت لحضرتك، يمكن الشوط الاولاني كنا متاخرين بهدفين 12 سبورتنج 10 الاهلي، لكن مع بدايه الشوط الثاني 4 اهداف متتاليه. يمكن كمان غيرت اسلوب الدفاع، اعتقد ده كان نقطه تحول في المباراه النهارده. اكيد طبعا انا كلمتهم على موضوع اللي كان عندنا مشكله في الدفاع بالنسبه للفرود عند سبورتنج. كنا خسرانين 12-10، الحمد لله جبنا 5 تجوان متتاليين، كان فرق 3، عشان كان في شويه روح طبعا بالنسبه لنا. الروح هي دي المهمه، والدفاع الجيد طبعا، وحراسه المرمى كانت غاده، كانوا موفقين. بس هي دي اللي كانت النقطه بالنسبه لنا، حته الدفاع. لو كنا ظبطنا دفاع هو ده اللي بيفرق. اي فرقه عايزه تكسب لازم تدافع كويس، وده اللي فرق معانا شويه، ان احنا فرق 2 وفرق 3، هو ده اللي فرق معانا نهايه المباراه، ان هي تخلص على كده. طبعا الماتش ده صعب طبعا، فرقه سبورت فرقه محترمه، وان احنا نكسب ده الحمد لله فضل عند ربنا، وان شاء الله بكره ربنا يكرمنا ان شاء الله وماتش الشمس ونكسبه وناخد البطوله ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت، فاضل 60 دقيقه على البطوله، خطوتين الحمد لله عديناهم، فاضل الخطوه الاخيره بكره. هتقولي لعيباتك خاصه ان مفيش وقت، يعني بنتكلم في 24 ساعه هتلعب مباراه نهائيه على طول. هلوم التركيز شويه ان شاء الله. البطوله بتاعتنا، تعبكم كله بتاع السنه كلها في 60 دقيقه بكره. لازم اتعب واركز، عشان دي ده فاينل، ده نهائي بالنسبه لك، ما ينفعش فيه الاسم على الاثنين، لازم تكسب ان شاء الله عشان ربنا يكرمك. وهدوء وربنا ان شاء الله ندرس الشمس بكره ان شاء الله، وربنا يكرمنا بكره بالفوز والبطوله ان شاء الله. شكرا كابتن يحيى، بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بكره تفرح كل جماهير النادي الاهلي بالبطوله. شكرا شكرا شكرا, شكرا. زميل العزيز محمد سعيد، ده كان لقاءنا مع المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن يحيى يوسف. كل التهنئه وكل المباركه لجماهير النادي الاهلي، مباراه كبيره، ولكن يعني حتى سيدات النادي الاهلي قد الثقه وقد الميعاد وحققوا النهارده الفوز. اعتقد فاضل زي ما كابتن يحيى قال 60 دقيقه على البطوله، وان شاء الله البطوله تبقى في دولاب بطولات النادي الاهلي. الكلمه ليك يا محمد، ومستنيين معاك في بقيه اللقاءات.